Peace be upon and God mercy. Today he came to explain the program video snapshot. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جيمي درس جديد شرح برنامج لقطات فيديو. طبعا احنا جينا نفتح البرنامج يبقى فاتح قدامكوا اسمه فيديو سنابشوت. طبعا احنا هنيجي البرنامج ده بيتعدد من عدد من الخواص زي ما انتوا شايفين كده قدامكوا. هنا ده هنا على جزئين اهم. هنا ده عرض الفيديو من هنا، ومن هنا ده هنا بيوريك المقاسات بتاعت الصور والسكن بتاعتها وكل حاجة هنا، ومن هنا الاوبن فولدر، من هنا الملف اللي احنا نحفظ فيه الصورة اللي احنا عايزينها، عنده مثلا على ديسك توب، وهنا السيغ السيف بتاع الصورة اللي انت عايزها، جي بي جي او بي ان جي او بي ام بي او جي اف او تي اف، يعني هم الخواص دول بالظبط. ومن هنا الجزء التاني زي ما هنشوف دلوقتي اللي هو من عرض الفيديو، من هنا هنا ده البلاي، ومن هنا هنا الستوب، وهنا البوز عفوا، وهنا الستوب، وهنا التقاط الصور، وكل حاجة هنا ليها اختصار. مثلا لو عايز مثلا تستعملها عن طريق الكيبورد اسرع، كل ده هنشوفه مع بعضنا دلوقتي. يلا تعالوا نبدأ. بسم الله. من هنا هنختار ان الفيديو من كلمة اوبن، هندوس عليها، هنختار مثلا الفيديو. هنا بيتعدد جميع الخواص كذا، يعني خواص كتير هنا شايفين كده قدامكم. تمام، هنختار مثلا اي فيديو نعدوت على سبيل المثال نتك عليه، ندوس اوبن. هنيجي ندخل هنا على الجزء التاني هنا وندوس بلاي. زي ما انتوا شايفين كده هنا الفيديو شغال قدامكم اهو. وانا مثلا هنلتقط الصور كده زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. تمام، وندوس هنا ستوب. مثلا فين مثلا انتوا مثلا صوتوا كذا صورة مثلا مش عايزين مثلا غير صورة صورتين مثلا، هل مثلا يعني زي ما انتوا كده هنشوف دلوقتي كده قدامكم، مثلا انتوا مثلا مش عايزين الصورة دي مثلا هنحدد عليها وندوس عليها ديليت. او مثلا على سبيل المثال مثلا عايزين ايه مثلا انت مساحة مثلا 3 صور مثلا او 4 على حسب، هنحدد عليهم كده، هنقف عليها كده وندوس على ايه ديليت. مثلا عايزين مثلا الصورة دي هنبتدي نشغل على الصورة دي. مثلا هنختار من هنا كلمة ووتر، هنا زي ما انتوا شايفين كده قدامكم الصورة اهي. هنا دي ما هنا زي ما انتوا شايفين قدامكم حاجات كتير. هنا في الزوم، ممكن تعمل الصورة زوم، تعملها ناقص نقص زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. من هنا العدسة دي التالتة دي بيوضحها لك. مثلا عملت زوم كتير مش عارف ترجعها الوضع الاصلي، عملت مثلا نص مش عارف ونسيت مثلا انت تظبطها ازاي، العدسه دي يعني خصوصيتها ان هي ترجعها لك بالظبط الوضع الاصلي الاساسي بتاعها الاساسي. تمام، هنا نختار مثلا على دي. هنا جاب لك حاجات كتير هنا قوي زي ما انتم شايفين، هنا في القص، وفي هنا عفوا التحديد، من هنا تحدد ان انت عايز تقص الصوره مثلا، هنا تقصها يعني خلاص بعد ما انت حجمت الجزء اللي انت عايزه تقصها بالجزء ده. هنا الصورة دي بيوريك الدرجات اللي هي اللي زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، فوق تحت الدوران بتاعها، هنا فوق او تحت، هنا يمين او شمال. تمام، من هنا الكولر ده بتضيف من هنا الضوء بتاع ضوء الصورة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، السطوع بتاعها زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، ومن هنا بتظبط الضوء بتاعها والسطوع بتاعها، يعني بيتمتع يعني بتميز خواص كتيره حلوه قوي. وبعد ما تحفظ اللي انت عايزها تدوس اوكي. تمام، وبعدها لما تيجي كده هنا هتختار مثلا عليها سيف. مثلا انت هنعمل دلوقتي كده مع بعضنا، انا مثلا احنا هنعمل مثلا الصوره دي على الشكل ده كده مثلا، وهندوس اوكي وسيف. هنيجي نخرج من هنا خروج، هنقفل دي وندوس من هنا سيف. لو هنا لو دوست يس في الحاله دي هيفتح لك المجلد اللي انت حفظت فيه الصوره، لكن لو دوست نو عادي الصوره كده كده في كارت الحالتين اتحفظت، بس يس هيجيب لك المجلد، لكن نو هيفتح يعني ايه هيسيفها لك عادي زي ما انتوا شايفين كده قدامكم وبس لوحدها اهي. ادي الصوره بعد التعديل زي ما انتوا شايفينها.
تمام، نمسح دي. في مثلا ندخل عليها تاني، مثلا عايزين نظبط حاجة تانية فيها. هناخد بس ان انا برضك هنا الكولر، نظبط الضوء بتاعها الاساسي. هنا يعني مثلا هنقص مثلا جزء معين، مثلا هنحدد جزء احنا عايزينه، يعني مثلا هنخلي مثلا الحصان الابيض ده قدامكم كده اهو، وهندوس هنا على كات اهو. اصل زي ما انتوا قدامكم مثلا عايزين تظبطوه اكتر، مثلا هنحدد الحجم ده كده اننا بالمقاسات دي كده، وكات زي ما انتوا يعني قدامكم حسب انتوا يعني بتظبطوها انتوا، بس عشان انا عاملها هنا بس عشان الفيديو بسرعه مش اكتر. وبعد كده خلاص احنا حفظنا الجزء ده كده، مثلا سيف. وبعدين هنا هنقفل من دي، هنقفل دي كمان، وهندوس هنا على سيف، وزي ما فهمتكم برضو يس او نو. اهو نفتح الصورة مع بعضنا اهي، تمام، نمسح دي. مثلا نختار على اديتور دي، هي برضك دي هي برضك اللي هي الفيور دي، بس بدل ما اديتور احنا بنجيبها من هنا على طول اسرع. اديتور هي موجودة هنا اهي، دي اللي هي دي اهو، نفس الكلام هو اهو، بس ده الاختصار بتاعها على طول الاسرع، تمام. وانا في الاوبشن ده هنا بيتمدد بحاجات كتير هنا، بس يفضل انك تسيب كل حاجة زي ما هي كده. واللي هنا دول بتوع الثواني دول اللي هم الوقت الصور والارتكاز بتاعها عندك من لحد 20 ثانية، بس يفضل انك انت اساسا متلعبش في الحاجات دي اصلا، تمام، وتخليها هي على 3 ثواني زي بتاعتها بالظبط الاساسية. وهندوس موافق وبكده وشكرا. يكون يا رب يكون ده استفدتوا منه ويكون عجبكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.